محمد هو نازح سوري في تركيا عمره 14 عاما. على عكس كل أطرابه الأتراك، لم يتمكن هذا الفتى اليافع من متابعة دروسه عبر الإنترنت خلال فترة الحجر المنزلي. قال محمد إن عائلته كانت ميسورة وإنه كان يحب لعب كرة القدم والدراسة أيضا، لكن الحرب غيرت كل شيء. الموت ولا ما بخاف؟ في سوريا نحن عم نعيش الموت كل لحظة، يعني هاي إذا طلعت أنا متت موتي وحدي أحسن ما كل لحظة بدي أعيش الموت. يعني فجرة القنبلة قدام بيتنا، الوهج كله إجا في وجهي، أنا وأخوي كنا قاعدين على الكمبيوتر عم نشتغل، إجا الوهج في وجه، وهج القنبلة كله إجا في وجهنا. كان عمرنا عمري أنا 8 أو 9 سنين، أخوي عمره 7، كله يعني. وطلعنا لبرا، يعني إجت الأم شايلة قلب ابنها بإيدها، بتقول هذا قلب ابني يعني. أفضل شيء نخاف منه. هربا من نيران الحرب لجأت العائلة من سوريا إلى تركيا، وهناك لم يجد محمد عملا، لكن مصائب القدر لم تتوقف عند ذلك، فقد توفي والده بعد مرض ألمه، لذلك قررت الأم الهجرة مع ولديها إلى أوروبا. فنحن أخذنا إعلان من على الفيس، أخذنا رقم الواتس من على الفيس، تواصلنا مع مهرب، هو أصله من كراد القامشلي، سوري ومقيم بإزمير. تواصلنا معه ورتبنا معه موعد رحلة، وقال له أبو حسن، قال له هدول الأيتام وأنا تبنيت. رحلة الهجرة أخطر بكثير مما كان متوقعا، فقد حاولت العائلة الهجرة مرات 3 من إزمير إلى اليونان، ولكن حفر السواحل اليونانية كان في كل مرة يعترض طريقهم. وفي إحدى المحاولات كاد القارب الذي يقل الراغبين في الوصول إلى بر أوروبا أن ينقلب بكل من عليه لتجاوز حمولته سعته الحقيقية. هون قلت لهم خلص، نحن اليوم كأنه نهايتنا هون. هاي كانت نقطة رعب. في البداية استسلمنا للموت، لأن طلعنا أرض البلم صار ارتفاع وما يشبر فيها، صرنا نشيلها هيك بإيدينا ونكبها. قال إبراهيم، أنا ماما بدي حاول نام، حتى إذا غرقت أغرق نايم، ما أكون صاحي وخاف. قالت والدة محمد إن سنوات الحرب في سوريا علمتها أن لا تخاف من الموت، لكنها لا تستطيع رؤية فلدتي كبدها يغرقان أمام عينيها. هي الآن تعيش مع ولديها في قبو بضاحية إسطنبول، ورغم قلة ذات اليد إلا أنها لن تيأس وستواصل المحاولات حتى تمكن طفليها من حياة أفضل.